مقابلة كنا تنتظروا تكون بهذه الصعوبة نظرا لأن ما كانتش عندنا أي مراحة كافية. كنا نعلم كذلك بأنه إلى ما حسبناش النتيجة لصالحنا في الشوط الأول أو على الأقل في 60 دقيقة الأولى المخزون البدني ديالنا سينهار، خاصة بأن ما عندناش عمق يعني في دكة الاحتياط. هذا ما حصل. جو بونس كو الشوط الأول سيتي خلقنا فرص التسجيل كثيرة ما تعاملناش معها بشكل لائق، كان تسرع لأنهم اللاعبين داروا في بالهم بأن فالي ماركي افون لا بروميير في لا ميتون. هذا يمكن ما دبرناهش بشكل جيد، لكن على العموم الفريق ديالنا لعب بلي كاليتي ديالو، كذلك حتى قراءتنا ديال الخصم عارفينه بانهم فريق دفاعيا منظم جدا، وفوالا منعناهم من خروج الكره. الحارس فخر يعني كان حاسما، جات بال كان حاسم في الشوط الاول، ابخي في لا دوزيام ميتون ابخي ما كانش المخزون البدني ما ساعدناش باش نبقاو منظمين بشكل جيد، وفوالا مي زعما حنا ما ديناش النقاط، لكن هزمنا لكن لم ننهزم. يعني باسكو الانهزاميه سي ان ايتا ديسبري، غدا غادي سوف نستأنف التدريب فوالا وسوف نرحل لمدينه برشيد لمواجهه نادي الرياضي السالمي. فوالا وحنا نسينا هادي، الجميع كان تينتظرنا نخسروا منذ الدوره واحد، ايوا حنا قلنا بخولونجي لو سوسبانس فوالا طولنا المسلسل ديالنا ديال التشويقه. هو فوالا اليوم ما خديناش النقاط، مي الفريق عنده واحد الشخصيه، كسبنا الاحترام ديال الناس كذلك. جو بونس با واش هاد الهزيمه سوف تقلق الانصار ديالنا باسكو عارفين الاكراهات اللي عشناها في هاد خمسه ايام الاخيره، لكن فوالا اون فوا روبوندير زعما لا خوف على اللاعبين. داروا مجهود كبير وهذا ما يهمني، وابانوا على واحد التضحيه كبيره، واحد لابنيغاسيون، واحد نكران دات مجموعه من اللاعبين كانوا واخا عياء كبير اصروا على يعني مواصله اللقاء. سا سي امبورتون. هاني ان نهضه اتلتيك زمامره فوالا، ونتمناو حنا فيت نساو هاد المقابله لانها كانت كنا نعتبرها مفصليه في يعني في هاد لا دوزيام سيري ديال خمسه المقابلات، لاننا تنعرفوا بان حنا ديما تنستقبلوا خارج الميدان. كنا تنعتبرها فرصه الا كنا انتصرنا فيها، المقابله ديال الاحد المقبل ستحدد بنسبه كبيره، يعني تكون فرصه باش نقدروا نبدلوا الاهداف ديالنا. فوالا ملي تفوت الحاجز تقترب من الحاجز 20 نقطة وانت في الثلث الأول، فوالا شكل ثاني شكل آخر فوالا. مي سينو ما كتبش، مي سينو حنا الأهداف ديالنا حنا باقيين فيها. النقاط اللي كان من المنتظر نحصلوا عليها حصلنا عليهم، فوز خارج الميدان الآن كان مسألة عادية، كان عندنا هامش ديال الخطأ فوالا، لا لوم على اللاعبين فوالا. مي سينو سوف نستمر في العمل في الاجتهاد في دراسة الخصوم بشكل جيد. بالنسبة للبريسينغ حنا وقفنا يعني بان بلوك، هما اختاروا باش يلعبوا بشكل مباشر من عند فخر، مساله زعما هذا اختيار ديالهم. حنا عارفين هما عارفين كذلك بان المهاجمين ديالهم صراع، باننا حنا من تنطلعوا البلوك تري هو تنجازف وتنلقاو راسنا باننا واحد ضد واحد في المنطقه اللي ما خصش يكون فيها لو ريسك، مساله عاديه. ما فوالا سينو الجزء الثاني من السؤال ديالكم هو المخزون الإرهاق البدني، هو كان سببا مباشرا يعني في انخفاض الإيقاع، ومن تيكون المخزون البدني تينخفض التركيز تينقص شويه، كان عندنا تسرع. فوالا سينو حنا في أربعة الأيام الأخيرة سافرنا أربعة المرات سافرنا ولينا كلمنا عن بشير، واش هو كان السبب لأن في نهاية المقابلة في لو طون اديسيونيل أبخي سا باس وسا كاس، ورحنا سجلنا هدف ومن بعد أون فيغا. لن اعلق على هذا باش ما يوقفونيش فوالا. سينو نو فرحان باللاعبين، مي سافرنا اربعه المرات، سافرنا السبت وسافرنا الحد ودرنا اسكال في كازا، وسافرنا الاثنين رجعنا لطنجه وتدربنا الثلاثاء وجينا لتطوان فوالا. حنا نخطو يعني حنا على خطى بنو بالطوطة، بما اننا في مدينه طنجه حنا فخورين بالانتماء لهذا النادي ولهذه المدينه. كل الاكراهات سوف نتجاوزها زعما غير غيستي ترونكيل. دابا الا جاوبتك حنا ما عندناش دكة الاحتياط، وبغيتي ما يكونش عندنا حتى مدرب. انا الا بديت في الجواب غادي نمشي في جوزكو. لا ابخي شوف انا تنحترمهم حكام شباب، ابخي
الناس عندهم الخبرة هما اللي في الفار، وما تعرفش شكون تلوم، واش تلوم اللي أقر الهدف، تلوم الذي ألغى الهدف، ولا مي سينو مسألة عادية. وخاصة بأن في بداية هذا الموسم يعني كثر الكلام على التحكيم وما نزيدهمش أنا. أنا أجوردي جو في مو كونتونتي دو مو تير، ما نهضرش.